بنوقات الحمد لله مشرفه. اذا اليوم هذا النشاط من اجل يعني الشباب ديال عماله خيرات تمارا، للهدف ديالو هو انه توجيه يعني في المراحل المقبله ان شاء الله اللي هي باقا تبعكم، واخا خسرتوا البكالوريا راه باقا عندكم اشواط اخرى، من بينها اول مرحله هي ديال التوجيه وتحديد المسارات يعني ان شاء الله الاكاديميه، اللي هذا مسار طويل اللي نتمنى لكم فيه النجاح. اليوم انتم في منصه ديال الشباب اللي غتاخذوا اول عرض على اساس هذا الفضاء، لانه بعض الاسئله طرحت عليا قبيله واش ممكن نستافدوا هذا الفضاء، جبنا مزيان هذا كيفاش ممكن على اساس انه نستافدوا منه. هذه الاسئله غيجاوبوا عليها ان شاء الله اليوم بحضور ديال السيد المدير عزيز الدمنتي اللي رحب بنا وعاوننا على اساس اننا ننجحوا ان شاء الله هذا الملتقى اليوم. له الكلمه ولي يعني العرض اللي غنسبقوا به هو الاولاني حول منصه الشباب المتواجده بعماله سخيرات تمارا. مبروك عليكم، مبروك عليكم البكالوريا. كما قال السي كمال هذا شوط من الاشواط، بكالوريا كاين بكالوريا اخرين جايين. انا غادي نقدموا لكم واحد النبذه على المنصه وشنو كدير المنصه والاهداف ديال المنصه. السي اسماعيل مشكور غادي يقدمها لكم. كيفاش هو يتيح براسو؟ كيفاش هو يطور الاساسيات ديال راسو؟ مثلا غير لا كومونيكاسيون هي التواصل، والتواصل ماشي هو اللغه. ولكن بالنسبه للانسان غادي يطور الكارير اللي هي تكون واضحه، فهذو هما لي زومبلوميتي اللي كاينين اكثر في لا ريجون ديالنا. هاد العرض غادي يكون فيه واحد ثلاثه المحاور، غيكون محور فيه واحد الفكره على شنو كتوجد الدوله في مجال التكوين المهني. دابا مجال التكوين المهني كتعطاته واحد الاهميه كبيره من طرف جلاله الملك، من طرف الحكومه، باش تمشي به القدام، لانه من بين الرافعات الاساسيه باش الاقتصاد البلاد، الاقلاع الاقتصادي من بين الرافعات الاساسيه ديالو هو يكون شباب مكون وعنده مهارات في جميع التخصصات.